أهلا بكم. كيف تقيم استعدادات الدوائر البلدية لموسم الأمطار؟ في الفيسبوك خلدون السوداني يقول: دون المستوى بكثير، حيث لا زالت أغلب فتحات الصرف الصحي تعاني من إهمال ومفتوحة لرمي الأتربة والنفايات، وأقل كمية أمطار تغرق المناطق السكنية. فالإدامة أمر لا يحتاج إلى تخصيصات مالية، وإنما لجهود عمال الأمانة الذين يتقاضون رواتب من الدولة. عادل محمد: في مدينة الكوت تم تنظيف فتحات المجاري وترك الأطيان السوداء النتنة بجانب تلك الفتحات لمنتصف الشوارع في أحياء المدينة، لتعود تنساب مرة أخرى للمجاري العاطلة. أساساً سنوياً هذا هو الحال. سرمد الكرخي: دون المستوى المطلوب، والمواطن يتحمل جزء من المسؤولية لرمي النفايات قرب الفتحات. الغريب في العراق أن كابسات النفايات تعمل صباحا في ساعة الذروة ويعطلون حركة السير ولا يعملون ليلا، وبالأخص المناطق الشعبية، وهذا معمول به في كل العالم. حيدر سلام الشويلي: لا جديد، بل العكس، عام بعد عام تنهار منظومة تصريف الأمطار دون أي تجديد. الفساد مستشري في الحكومة ومفاصل البلديات، بل إنها سوف تكون أسوأ من الأعوام الماضية، وفي حال حصول أي أمطار غزيرة سوف تغرق الشوارع، والأيام ستثبت ذلك. في تويتر حسن يقول: الحقيقة مؤلمة، إن هذه المؤسسات لا تستعد، بل تفكر في كيفية خلق أعذار جديدة لتهربها من مسؤولية ما سيحدث عاجلا أم آجلا. أما رنا العبد: موسم الأمطار يعني تكرار المعاناة وتفاقم المشاكل وطفح المياه بالشوارع وصعوبة التنقل، فالخدمات شبه معدومة، لذا لا يوجد ما نقيمه. حسين الكردي: لا جديد، في حال حدوث فيضانات سنشاهد إعلامهم يطبل لهم بتشكيل خلية أزمة واستفار الدوائر الخدمية، أين كانوا خلال عام كامل؟ مرتضى الطائي: استعدادات الدوائر الخدمية مقتصر على سحب مياه الأمطار فقط، ولا توجد خطة عملية لسحبها أو خزنها للاستفادة منها في الزراعة.